على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب من هنا من عاصمة الميادين، من هنا من ميدان الوثبة في أقوى التحديات وأعتاها، لتنطلق في هذا اليوم هذه الأشواط المخصصة لسن الثنايا وتحديات الثنايا وانطلاقاتها ومسافة 6 كيلومترات التي هي بانتظار هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمتنافسة والباحثة عن الفوز وعن الناموس الغالي. أعلنت قبل لحظات انطلاقة ثالث أشواط صباح هذا اليوم الشوط الخاص بالثنايا القعدان المحليات. 6 كيلومترات هي المسافة المخصصة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الحاضرة والمتنافسة، وأنطلق بمقدمة الشوط. معزز على المركز الأول ينطلق بانطلاقة صدارة هذه الأسماء بهذا الشعار الكبير الذي قدم وبكل قوة لعالم الإنجازات ولعالم الرموز، شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، يتقدم على الصدارة وعلى الانطلاق الأول مع معزز، بينما المركز الثاني أتابع القدوم من مروح مصبح بن سيف بن كاسب المسافري، هو القادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. الدور يا أخواني دور اللي على المركز الثالث لأتابع قاصد علي بن سالم بن حميد العويسي، هو القادم على المركز الثالث في هذا التحدي. ومع هذه الانطلاقة الدور والنقلة إلى المركز الرابع لأتابع القادم سلهود، والذي بدأ بالحضور في هذه اللحظات. سلهود يتقدم في هذه الأثناء وينطلق بانطلاقة هذا الشعار وبحضوره. عامر بن خليفة بن محمد بن مبارك الدرعي هو القادم على المركز الرابع، بينما الوصول والانطلاق من رعد في هذه اللحظات ليتحرك شعار الاعفاري من خطف ناموس الشوط الماضي الخاص بالثنايا الابكار المهجنات، وليتقدم رعد علي بن حليس بن سعيد الاعفاري القادم على المركز الخامس، والتحدي اللي على المركز السادس وصول الوسمي وسلطان بن احمد بالكيله العامري قادما على المركز السادس في هذه اللحظات. يهاجم المراكز الامامية، ولكن شوف الهجوم الواضح والملموس في هذه اللحظات. القدوم من مرهي، وصل شعار صالح، شعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، ليتقدم بشعاره وينطلق إلى المراكز الأمامية. متعود هذا الشعار على المراكز الأمامية. انطلق مرهي بانطلاقة هذا الشعار وبحضوره. يا سلام على هذه التحديات، هذه 7 مراكز اللي على المركز الثامن. اشوف الوصول من الوسمي عبد الله بن جمعة آل رحمه الدرمكي، يتقدم هذا الشعار اللي مسوي له سوايا، يقدم مستويات كبيرة. شعارك يا الدرمكي يا مالك الوسمي عبد الله بن جمعة آل رحمه الدرمكي، والقدوم وصل هذا الشعار الذي له تاريخه وله انجازاته وله بطولاته التي لا تنسى على مر السنين. تقدم شعار راعي صوغة وبدأ بالحضور وبالانطلاق. الشارد 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 مظفر بن محمد بن خموشة العامري راعي صوغة، يتقدم في هذه اللحظات. ينطلق العملاق العيناوي على المركز التاسع والمركز العاشر، وصول شاهين عاطف بن عطية بن حسن القرشي، يتقدم وينطلق في هذه اللحظات. هذه المراكز العشر الأولى، يا من تتابع ويا من تراقب هذه الثنايا، هذه القعدان، هذه المحليات، هنا المنطلقة والباحثة عن الفوز في هذا التنافس الكبير. من هنا من عاصمة الميادين، من أقوى الميادين وأعتاها، العودة من جديد إلى صدارة الشوط، إلى الانطلاق الأول، إلى معزز اللي على المركز الأول. شعار يقدم مستوى كبير،
يقدم انطلاقات قوية على صدارة الأسماء، يسيطر ويتربع على عرش الصدارة كما تربع على العديد والكثير من أشواط الرموز. يتحرك بن حماد وينطلق مع لوحة الاثنين كيلومتر، شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا معزز هناك بانطلاقاته وبحضوره. ولكن شوف القادم قاصد ولا هوب قاصد إلا الفوز، ولا هوب قاصد إلا الناموس والانتصار، علي بن سالم بن حميد العويسي. ولكن شوف بالنصرة، شوف بالنصرة، ياهو تاريخ لهذا الشعار، ياهي إنجازات لهذا الشعار الكبير وشعار رجل المفاجآت. الله على هذا الشعار وانطلاقاته، الله على بالنصرة وحضوره. يتحرك بانطلاقة مرهي، مرهي وشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري على المركز الثالث، كيلو ونصف الكيلو يا من تتابعون. ولكن هذا الخطير، هذا الحضور الكبير، وصل شعار العفاري، بدأ يتحرك برعد وبدأ ينطلق برعد. علي بن حليس بن سعيد العفاري على المركز الرابع ينطلق وعلى الحضور الكبير يتقدم. ولكن المركز الخامس وصل الدرمكي وبدأ يتحرك، بدأ ينطلق بالوسمي عبد الله بن جمعة الارحمه الدرمكي وعاطف بن عطية القرشي قادم على المركز السادس مع شاهين. والمركز السابع شعارك يا بالكيلة القادم في هذه اللحظات بانطلاقاته وبحضوره مع الوسمي كذلك سلطان بن أحمد بالكيلة العامري. ولكن وين شعار المعالي؟ وين وين شعار المعالي؟ وين مع معزز والعصا في البطان؟ يتحرك بدون يوامر، ينطلق بدون يوامر، مستوى كبير، ثقة كبيرة لا يقدمها إلا الكبار. يا هادف يا بن عفصان، يا من يتابع هذا الشعار وانطلاقاته، يا كم رمز روح بهذا الشعار مسياني هناك إلى العاصمة أبوظبي. لطالما غادرت الرموز ولطالما غادرت الإنجازات مع هذا الشعار الكبير، شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. القدوم من راعي الطير، القدوم من شعار غصاب براعي الطير العامري مع الوابل، الوابل الوابل معزز والوابل، معزز والوابل. يا شعارات كبيرة، يا شعارات قوية. الوابل راعي الطير خطف الناموس مع اللحظات الأخيرة، سعيد بن غصاب راعي الطير العامري. الوابل الوابل إلى المصانع الجنوبية الفوز، إلى قائد المصانع الجنوبية الفوز. سلامي عليك يا سعيد يا بن غصاب راعي الطير العامري مالك الوابل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان الحضور على المركز الثاني من معزز وشعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الثالث كان الوصول والانطلاق من الوسمي عبد الله بن جمعان ارحمه الدرمكي. والمركز الرابع كان شعار رعد على المركز الرابع علي بن حليس بن سعيد العفاري. والمركز الخامس لحظة الوصول كان شاهين على المركز الخامس وشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والعودة إلى الوابل وشعار سعيد بن غصاب راعي الطير العامري قائد المصانع الجنوبية يحضر في هذا الشوط بمستوى كبير يليق دائما بهذا الشعار الكبير هناك. والتوقيت الزمن 9:28، 7 أجزاء من الثانية. سلام يا المصانع الجنوبية، سلام، سلامي عليك يا سعيد يا بن غصاب راعي الطير العامري مالك الوابل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير لهذا الشعار الكبير الذي لا يخفى على الجميع. المركز الثاني من قدم مستوى كبير وتوقيت زمني في هذه اللحظات 9:09.
31 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية، كان معزز على المركز الثالث بشعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، من قدم هذا المستوى الكبير على المركز الثاني. والمركز الثالث كان الوسمي عبد الله بن جمعة آل رحمة الدرمكي، والتوقيت زمن 9 دقائق 34 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.